والله العظيم فاصل مفيد جدا بالنسبه لي في كم المعلومات انا فهمتها دلوقتي على حتى طريقه التشكيل بتاعه الفرقه طبقا للوائح بتاعه الاتحادات حاجه صعبه جدا. بس خليني اروح الاول لكابتن محمد رشاد. احنا كنا بنتكلم في الفاصل بقى على يا جماعه على انه انا عايز من كل واحد حدوته على كم التحدي والصعوبه اللي شفتوها لحد ما رجعتوا لنا بالف حمد لله وسلامه. ابدا يا باشا. طبعا قبل ما نقول كلمه طبعا بنحيي الشعب المصري كله اللي هو يستاهل الفرحه في كل وقت. وطبعا احنا قابلنا صعوبات كتيره جدا. اول صعوبه كان فتره الاعداد كانت بسيطه جدا. كان حوالي 20 يوم بس. بس كان معانا حضرتك طبعا رئيس البعثه ورئيس لجنه كره السله كان على راسنا في المعسكر على طول الدكتور عادل شريف. ولك ان تتخيل ان احنا بلا مبالغه كنا بنصحى 5 الصبح والله 5 الصبح ونجهز نفسينا للملعب ونصلي الفجر وننزل عشان كانت الصاله محجوزه لفرق تانية واحنا طبعا الوقت ده بيكون هو فاضي. فكان خيار ان احنا نتمرن تمرينه واحده او نتمرن الفجر. طبعا عندنا رئيس البعثه قبل كل شيء هو طبعا عاشق لكره السله يعتبر الاب الشرعي للعبه في مصر ديت. والحمد لله عدينا الفتره ديت بس برضو ما خلاش لما احنا جينا نسافر ونعتمد نتكل على الله اللي احنا نسافر. اخر مسحه قبل ما السفر اتضربنا في 5 افراد في الكورونا. يعني الكورونا كانت ضدنا طبعا منهم واحد من الجهاز يعني طبعا نوجه له التحيه. طبعا كابتن مدحت ابو زيد وكان معانا 4 لعيبه وكان الخيار اللي احنا نكمل ونقاتل بالموجودين ولا لا. طبعا طبعا الخيار اللي احنا رئيس البعثه اللي احنا نكمل واحنا معانا الناس الموجودين يعني خير وبركه وكملنا. وبصفتي انا طبعا كابتن الفريق وانا طبعا عندي خلفيه عسكريه انا مقاتل سابق والاصابه بتاعتي ديت اثناء الخدمه وسببها طبعا شرف. ودي وسام على صدري شرف لينا كمان اللي انا ضحيت بنص جسدي عشان خاطر مصر ومصر تستاهل اكتر من كده. بس كملت مسيره حياتي بعد كده في الرياضه والمنتخب. وانا بالنسبه لي في تحدي لان انا يعني عشان المشاهدين الكرام الفتره اللي بيتكلم عليها الدكتور عادل شريف 98 تخيل انا كنت موجود في 98 لعبت كاس عالم. الله 98 أكبر. الله عبد كاس عالم حضرتك. انا طبعا دلوقتي ما يزعلش مني الكابتن عصام الحضري انا حصلت على كاس افريقيا وانا عمري 56 سنه. بس طبعا حضرتك 56 سنه الدكتور بيعمل اختبارات لياقه انا بجاري اللي عندهم 20 و25 وبكسبهم في اللياقه. لان حضرتك ما فيش مجاملات الرياضه ما فيهاش مجاملات ابدا يعني. فده الحمد لله وسام على صدري. واللياقه اللي انا احتفظت بيها دي طبعا يرجع فضلها للمؤسسه العظيمه المؤسسه العسكريه طبعا. لان انا بعد الاصابه احتفظت بروح المقاتل المصري ودي جوايا ما تخلتش عليها عنها ابدا يعني. فانا بوجه التحيه للمؤسسه العظيمه القوات المسلحه المصريه اللي لها فضل عليا يعني. فلا تحيه وجه احنا نشاركك في تقديم التحيه. وخليني بقى اقول لك ما شاء الله الف مره لسببين. اول سبب علشان زي ما ذكرت كده انا واخد البطوله عن 56 سنه وانت مش باين عليك 56 سنه خالص. ده انا عندي 47 وشكل اكبر مني. طب ما شاء الله. طب حضرتك يعني برضو ازيد برضو للمشاهدين الشعب المصري انا جريت 9 مرات ماراثون 42 كيلو. الله اكبر. 42 كيلو 195 متر واسمي موجود حضرتك على لوحة الشرف في ماراثون بيروت وليا صورة كبيرة موجودة في نادي الضباط أبو ظبي أنا وسيادة الوزير أشرف صبحي ما شاء الله. لأن أنا في ماراثون الإسماعيلية كان في حوالي 1000 معاق أنا طلعت المركز الأول فيه وكرمني سيادة الوزير أشرف صبحي. عارف اللي هو بقى كفايه لحد كده رقعه بسلم النابلسي ده كده الحسد هيزيد. ربنا يحفظك يا رب ويزيدك من الخير يا رب. لا حضرتك لان المنتخب كره السله دوت ليه حكايات وتاريخ حواديت طبعا. طب اقول لحضرتك الكابتن اللي قبل مني كره السله كابتن سيد احمد ربنا يديله الصحه نوجه له التحيه ده بطل من ابطال اكتوبر اصيب يوم 14 اكتوبر في معركه المنصوره. البطولة في الدم. البطولة في الدم. لسه دلوقتي موجود على قيد الحياة ونوجه له التحية طبعا طبعا.